دكتور عبد المنعم علي، رئيس جمعية اتحاد المهن الطبية والعاملين بالصحة في تركيا. دكتور عبد المنعم، أهلا بك معانا في إيه الحكاية؟ يا أهلا وسهلا، أستاذ دعاء. أهلا أهلا بك يا دكتور. إحنا طبعا عارفين إن حضرتك دلوقتي تحركت من مكانك ورحت لمكان آخر تكون الشبكة فيه جيدة عشان نقدر إننا نجري هذا الاتصال. أنا مش هطيل على حضرتك، لكن محتاجة أعرف الأوضاع عندك إيه دلوقتي، لو تدينا كده آخر تحديث للوضع في المدن المنكوبة في الجنوب التركي. والله حضرتك إحنا من الأول طبعا ما بدأت الكارثة اللي إحنا فيها ديت، يعني كله تمنى اللي يروح، والطيران الطيران كله كان واقف طبعا. فجينا بالباص لغايه احنا متواجدين في رحله اضنه، وبعد كده رحنا الريحانيه. فالريحانيه دي بتبقى اللي هي الفاصل ما بين الجانب السوري والجانب التركي. وحتى احنا تبع الاهايا دلوقتي في المركز الرئيسي، والحمد لله. لكن القاعده اللي احنا ماشيين بيها، اللي ليس من راى كمن سمع. طبعا يعني الكارثه كبيره جدا 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 لا تتخيلوها يعني. وطبعا جه الوقت اللي احنا نقدر نعمل نسدد بس جزء قليل من اللي قدمه لنا الشعب التركي العزيز علينا جميعا يعني. دكتور عبد المنعم، يعني عايزه اطمن على المصريين. انا عارفه ان الجنوب التركي في كتير من المصريين مقيمين هناك، وفي طلبه بيدرسوا. وضع المصريين ايه؟ والله المصريين لغايه من قيمه شويه كده، في طفل مثلا مصري الشال من تحت الارقام، وانا بعت لكم الريبورت اللي هو طالع من العثمانيه، وفي حوالي 50 او 60 من الطلبه اتخذ لهم باص. اتحاد الطلبه المصريين خدوهم ودوهم سكريا واسطنبول. وزي ما انت سمعت طبعا في الاذاعه ان هو الاثنين الوالد والوالده اللي هم من المنوفيه اللي توفوا اليوم يعني. ولكن الوضع فعلا نسال الله العفو والعافيه. يا رب. وبالنسبة للدعم، يعني أنا على حسب ما بشوف في الأخبار إن في دعم شغال طول الوقت، في فرق إنقاذ، في متطوعين بيروحوا، يعني هل في سهولة لوصول المتطوعين ووصول الدعم للأماكن المنكوبة والمتضررة؟ والله الجمعية بقول لحضرتك من ساعة ما حصل هذه الكارثة دي، وإحنا تواصلنا مع الهلال الأحمر والهلال الأزرق، وتواصلنا مع الأهاهايا، ولكن اللي استجاب سريعا هي الأهاهايا، والحمد لله وفرت كل شيء. احنا معلش معلش دكتور عبد المنعم، الأهاهايا دي اللي هي المؤسسه الخاصه بالدعم، يعني يا ريت لو تشرح للمتابعين اللي بيسمعونا ايه هي مؤسسه الأهاهايا. دي اكبر، تعتبر اكبر مؤسسه على مستوى العالم حتى، يعني بالنسبه للدعم سواء في الجانب السوري او للكوارث او حتى الكوارث على مستوى العالم. يعني انا مثلا كنت جاي من اليمن، يعني انا جاي من اليمن من المغرب، لا هي لها باع كبير يعني. وفرت لنا الاتوبيسات، وفرت لنا الالات وكل شيء. واحنا انا بقول لحضرتك احنا متواجدين دلوقتي في المؤسسه الرئيسيه الموجوده في الريحانيه. أنا برضو عمالة بتابع الأخبار وحضرتك معانا، وعلى حسب ما سمع إن الجيش التركي كمان وزارة الدفاع التركية أرسلت جنود، وأرسلت يعني تقريبا 2600 جندي. إن شاء الله متوقع إن عمليات البحث عن الناجين وعمليات البحث عن الأشخاص اللي موجودين تحت الأنقاض، ممكن العملية دي تاخد كام يوم يا دكتور؟ لا ده اقل حاجه اسبوع. اقل حاجة أسبوع. وهل ممكن شخص يفضل موجود تحت الانقاض لمده اسبوع ويبقى حي؟ ممكن، ده كثيرا. خلي بالك انا شفت حاجات كتير زي دي موجود الكلام ده. وفي الاخر احنا بنبذل المجهود، وعشان كده احنا من خلال المنبر منبرك المؤقر الكريم ده عايزين بنبعت فعلا استغاثه ان الزملاء الاطباء والناس تتبرع بالدم وتتبرع
بالامس هي الجو هنا قارس البروده. صحيح صحيح قارس يعني البروده. يعني درجه الحراره احنا واقفين دلوقتي ناقص 5. فاحنا محتاجين فعلا ان احنا زي ما نقول يعني نقدم يعني القليل ولا نملك الا انفسنا. وربنا ييسرها يا رب. ربنا ييسرها يا رب، يكون في عونكم وفي عون كل فرق الانقاذ اللي بتحاول انها تنقذ المواطن التركي، وربنا طبعا يتولى المصابين ونطمن عليهم قريبا ان شاء الله. دكتور عبد المنعم علي، رئيس جمعيه اتحاد المهن الطبيه والعاملين في تركيا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.